اليوم كنحضروا لواحد الحفل ديال التميز باعداديه بن حبوس، واللي من خلاله تم تتويج واحد المجموعه ديال التلاميذ ديال هذه المؤسسه الذين حصلوا على نتائج جد هامه سواء على المستوى الداخلي او على مستوى بعض المسابقات الجهويه. اللي اساسي واليوم هو انه مره اخرى كتبت المؤسسه العموميه بانها هي القاطره ديال التعليم، هي اللي يمكن يكون عليها الرهان لتجويد النظام التربوي والتعليمي ديالنا. اليوم مره اخرى كنبغيو نوجهوا رساله، هو انه من الضروري الاهتمام بالمؤسسه العموميه لانها هي الخزان الحقيقي للكفاءات، الخزان الحقيقي للمستقبل ديال الاطر الوطنيه. اليوم ما كنضربوش القطاع الخاص بالعكس، ولكن كنعتبروا انه الاساس هو المؤسسه العموميه، والقطاع العام والقطاع الخاص ياتي ليكمل وليسد الفراغ اللي يمكن او الخصص اللي يمكن يكون موجود. اذا انا كنت سعيد اليوم بانني حضرت لهذا الحفل وشفت واحد المجموعه ديال التلاميذ اللي المتميزين من خلال النقاط اللي حصلوا عليها ومن خلال المستوى ديال حتى المداخلات ديالهم اللي قدموها واللي بينوا من خلالها تمكنهم من مجموعه ديال اللغات، تمكنهم من مجموعه ديال المعارف اللي كتبين الى اي حد ان هذه المؤسسه بطبيعه الحال مؤسسه بن حبوس هي تعتبر نموذج اللي تخرجوا منه مجموعه ديال الكفاءات، ونموذج اللي يمكن نراهنوا عليه على المستوى المحلي لاخراج الكفاءات ولمد او لاعطاء مجموعه ديال الخبرات المستقبليه. كعادتنا دائما كعاده المؤسسه في كل سنه نحتفي بالتلاميذ المتميزين باعتبارهم نموذج ينبغي أن يقتدى به من طرف كل التلاميذ. قمنا بالاحتفاء بهم من خلال استدائهم واستداء أولياء أمورهم، كما استدعينا كذلك مجموعة من الفعاليات داخل المنطقة على رأسها طبعا المديرية الإقليمية، ثم بعض الشركاء على رأسهم مقاطعة المعارف، وقد حضر رئيس المقاطعة شخصيا مع فريق من المقاطعة نائبه، وكذلك مجموعة من المهندسين والإداريين. هذا الحفل فإننا نقوم به طبعا من أجل أن يكون التلاميذ الآخرون أو أن يأخذوا فكرة للتنافس الشريف من أجل مراتب عليا باعتبار أن المجتمع يحتاج إليهم. حضر كذلك مجموعة من الشركاء على رأسهم المؤسسة الخصوصية الشريك، وحضرت فعاليات كالطبيب رئيس قسم حفظ الصحة على صعيد الدار البيضاء الدكتور محمد الجباري. حضر كذلك المسؤول على التواصل في أكاديمية الدار البيضاء للتربية والتكوين الأستاذ أبو شعيب الزين، ومجموعة من الفعاليات الأخرى كلها من أجل طبعا لابد أن أشير هنا إلى أن بعض من هذه الفعاليات سبق لها أن درست هناك تلاميذ، ومن بينهم أستاذ سعيد زيدون رئيس شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بمسيك، وكذلك رئيس المقاطعة الأستاذ مرشد باعتباره تلميذا سابقا بالمؤسسة. هذا كله يدفع أو يقدم رسالة إلى هؤلاء المتميزين وتلاميذ المؤسسة ليسيروا على نفس الاقتداء وعلى نفس النهج. النشاط ديال اليوم هو حفل ديال التميز، هو فيه تكريم للتلاميذ المتفوقين في المستويات ديال الثانوي الإعدادي. هذا الحفل كان شويه متميز من غير ان كنتوجوا النجاح ديال مجموعه ديال التلاميذ، وايضا كان حضور ديال مجموعه ديال الشركاء الخارجيين المؤسسه العموميه في اطار انفتاح المؤسسه العموميه على المحيط ديالها الخارجي. كان معنا رئيس المقاطعه، معنا شركاء ديالنا الجمعيات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المدني اللي ساهموا بالحضور ديالهم في اعطاء واحد اللمسه خاصه لهذا الحفل اللي فيه خلاله غتعطى واحد المجموعه ديال الجوائز للتلاميذ المتفوقين. اليوم كنظموا حفل تكريم للتلاميذ اللي تفوقوا وجابوا نقط
متفوقة. اليوم المدير السيد المشرف على المؤسسة عبد الكريم اللي نظم هذا الحفل للتلاميذ، فكنشكر جميع الأساتذة اللي دعمونا واللي قدموا لنا الدعم، كنشكر جميع المؤطرين اللي كيتواجدوا بهذه المؤسسة، أيضا بعض المؤطرين اللي كانوا كيقراو في هذه المؤسسة أيضا اليوم تواجدوا معنا في هذا النهار، فشكرا للجميع. وكنشكر طبعا الأم ديالي والأب ديالي والأخوة ديالي اللي كانوا معايا ومسانديني في أي حاجة. فمن هذا الحفل ومن هذا اليوم ومن هذه الساعة ومن هذه الدقيقة من هنا القدام كاين المزيد من التألق والمزيد من النجاح من هذه المدرسة إن شاء الله فما فوق. فشكرا للجميع. احنا جد مسرورين بهذه البادرة الحسنة اللي قامت بها الإعدادية، وهو حفل كيخص المتميزين. هذا الحفل فعلا بادرة حسنة، وإن دلت على شيء فإنما تدل على الاهتمام والأولويات اللي تتخصصها هذه الإعدادية للتلاميذ. بالنسبة لي هذا الحفل هذا دفعة قوية للتلاميذ ودفعة قوية لنا احنا كآباء وأولياء، وكنزيد نقول بأن هذه الدفعة هذه كتعطينا واحد الثقة في المدرسة العمومية، لأن المدرسة العمومية من اللي تتهتم بالتميز وتتهتم بالإكسلنس، هذا تعطينا واحد الاستراتيجية، يعني تبين لنا الاستراتيجية اللي تتعتمدها الإعدادية، وبالتالي كتعتمدها لا ديليغاسيون وتتعتمد الأكاديمية وتتعتمدها وزارة التربية الوطنية. هاد الشيء تيشجعنا وتعطينا الثقة في المدرسة العمومية، هاد الثقة اللي انعدمات واحد الوقت، وأنا من الأمهات اللي درت هاد الثقة هذه، يعني كنت عندي بحل مغامرة، لأنني أنا كنت ما كانتش عندي فكرة أنني نقرب بنتي في المدرسة العمومية، ولكن من خلال التمدرس ديالها في السنة الأولى وهاد السنة هذه فعلا أنا تنشكر المسؤولين، تنشكر الأطر التربوية، وتنشكر الجميع اللي قدم هذا الدعم وقدم لنا هذا التشجيع هذا. وفي الحقيقة وخن جميع الكلمات ما توصف ليش ذاك الشعور اللي تنحس به أنايا ولا حتى المجموعة دي الآباء اللي حضروا معايا اليوم. تنشكر سيد المدير، الأطر، جميع من سهر على هذا الحفل الكريم.